اشادت معالي السيده فوزيه بنت عبدالله زينل رئيسه مجلس النواب بعمق اواصر الاخوه التاريخيه والاستراتيجيه المتميزه والروابط الوثيقه بين مملكه البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والعلاقات المتجذرة التي تشهد مستوى متنامي من التقدم في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين وأكدت معاليها أن المملكة العربية السعودية تمثل صمام أمان لاستقرار المنطقة ومركز العمق الاستراتيجي وثقلا عالميا يزداد رسوخا يوما بعد يوم معربة عن بالغ الاعتزاز بالدور المحوري للمملكة في دعم ورعاية مصالح الأمتين العربية والإسلامية. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة عقدت صباح اليوم بين معالي رئيسة مجلس النواب ومعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ووفد برلماني سعودي رفيع المستوى. حيث تم بحث ومناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتعزيزها وتنميتها على جميع المستويات، وتوسعة أطر التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات العمل الثنائي المشترك على الصعيد البرلماني، والارتقاء بمستوى التنسيق، وتوحيد الجهود والمواقف في المحافل الإقليمية والدولية واكدت معاليها اهميه الدور المنوط بمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه بما يصب في تطور ونماء البلدين وفي صالح الشعبين الشقيقين من جانبه وجه معالي رئيس مجلس الشورى بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه جزيل الشكر لمعالي رئيسه مجلس النواب على الدعوه الكريمه لزياره مملكه البحرين مؤكدا ان جلسه المباحثات المشتركه تعد فرصه للاخذ بمسار العمل المشترك والتنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعيتين في البلدين الشقيقين لافاق ارحب واكد معاليه ان العلاقات التي تربط بين المملكتين الشقيقتين تعد نموذجا متميزا للتلاحم الوثيق ووحده المصير والمستقبل المشترك، مشيدا معاليه بما تشهده هذه العلاقات من تطور مستمر في مختلف المجالات في ظل الروابط الاخويه المتينه بين القيادتين في البلدين الشقيقين. واعرب معاليه عن اشادته بما تشهده مملكه البحرين من تقدم شامل ونهضه تنمويه واسعه وفضاء ديمقراطي رحب في ظل القياده الحكيمه لجلاله الملك المفدى مؤكدا حرص مجلس الشورى السعودي على الانفتاح على مسارات اوسع من العمل مع مجلس النواب البحريني بما يدعم خطوات البناء والتطوير في البلدين الشقيقين